مرحبا فيكم مشاهدينا من جديد. بالنسبة للعديد من الشركات يعتبر مظهر المتقدم للوظيفة شرط أساسي للحصول على العمل، وذلك مما يدفع الكثير ممن يسعون لإيجاد عمل ما اللجوء لإجراء عمليات التجميل بهدف تحسين المظهر أو أيضا التخلص من أي عيب خلقي. طبعا هذا العيب الخلقي اللي هو يحول بينهم وبين الحصول على الوظيفة. في البداية خلينا نتابع هذا التقرير للزميل أحمد الحلو حول هذا الموضوع، ومن ثم نعود للنقاش مع ضيفي. تعرضت لحادث سيارة، الإزاز تكسر كلياته وجع وشي. حاولت أعمل كذا عملية تجميل مش أروح هذا التشوه اللي صار عندي من وراء الإزاز، لأنه حاولت كتير أني أقدم على وظائف ما كانوا يقبلوني بسبب اللي صاير بوشي. أنا كثير كنت مقتنعة بشكلي بمظهري الخارجي بالوحمة كمان اللي كانت عندي لأني خلقت فيها، وكان سببني دايما رفض كل مقابلة بروح لها كان رفض دايما، وقالوا لي إنه أتخلص من هالوحمة مشان يعني أخذ الجاب أخذ الوظيفة. كثير من الناس ينولد أو يتعرض لتشوه ما أو لعيب ما خلقي في وجهه. هذا الموضوع بيعثر عليه أمور كثير، أنه ما يقدر يحصل على وظيفة في المستقبل. قديش أنت تشوفين هذا الموضوع مهني من وجهة نظرك كصاحبة مركز تجميل وأيضا كمعالجة لهذا النوع من الناس اللي يجون لعندك؟ هذا موضوع مهم جدا لأول مرة يناقش. في شركات كثيرة أو في أماكن عمل كثيرة تتطلب من الموظف، خاصة الناس اللي هم في الأماكن الأمامية، أن يظهروا بمظهر جميل، ولكن تتفاوت تختلف. أحيانا يكون مظهر جميل، ولكن لما تصل إلى مرحلة الإعاقة أو مرحلة التشوه يصبح يلعب الدور الكبير، وتصبح الشركة تفضل ناس على ناس قد تكون كفاءاتهم المهنية أقل من الأشخاص قد تكون لهم كفاءات مهنية عالية، ولكن نتيجة التعوق هذا أو نتيجة التشوه أو نتيجة عيوب خلقية معينة أو أحيانا حتى طريقة اللفظ أو طريقة أو شكل معين يلعب الدور الكبير، يلجأ هذا النوع من الناس إلى عيادات التجميل، خاصة هذا النوع، بطريقة سرية ليحاول قدر إمكانه أن يصحح من هذا الأمور. هذه نقطة. النقطة الأخرى، هنالك الكثير من يتخذ هذا المجال طريقة ليجد عمل يخفي فيه مهارات القليلة أو عدم تمكن أن تكون الشخص هذه تكون جميلة جدا، فتروح تقدم في أي مكان ثاني وهي ما عندها أي قدرات مهنية، فتقبل أنها تمارس عمل أو تقوم بعمل نتيجة شكلها الجميل. كم نسبة الناس اللي يترددون عندك على العيادة عندهم هذا النوع من المشاكل، رجال أو نساء؟ كنسبة أعطيلك إياها في رقم، جدا صعب أني أحدده في رقم، ولكن في إقبال شديد. الشكل مو هو كل شيء، بالعكس المضمون والكفاءات العالية هي اللي ممكن تساوي من الواحد بني آدم بهذا العالم الأول. وجه لهم لكل الناس اللي بيوظفوا، خصوصا اللي بالموارد البشريه اللي بيقابلوا ناس اللي هم بيكون عندهم يعني بالاختبارات قبل اللجوء الى العمل واللجوء الى العمل، انهم بيشوفوا اكثر شيء اللي هو المضمون والكفاءات الانسان قبل ما يشوفوا المظاهر الخارجيه، لانه هالوقت صراحه صار كل شيء مظاهر.
نأمل ألا يأتي يوم وتصبح فيه السيرة الذاتية عبارة عن صورة فقط ما دام المظهر هو المقياس عند البعض. لبرنامج يا هلا، أحمد الحلو. شكراً لزميلي أحمد الحلو لمعرفة إلى أي مدى يلعب الشكل والمظهر دوراً في الحصول على الوظيفة. نستضيف خبير الموارد البشرية الأستاذ منير دويكات. مرحبا فيك أستاذ منير. أهلاً وسهلاً. يعني تابعنا التقرير حول هذا الموضوع، أخذنا الناحية الطبية والتجميلية تحديداً، لماذا يعني الأشخاص يلجؤون إلى هذه العمليات وبالتالي الحصول على الوظائف. في البداية شو رأيك بالتقرير والرأي دكتورة جهان اللي سمعته؟ نعم، بداية أشيد برأي الدكتورة جهان، ولكن الطب التجميلي هو برأيي الخاص يعني يجوز فقط للعمليات التشوهات للأشخاص اللي بيعانوا من حوادث، يعانوا من يعني شغلات مزمنة. ولكن من وجهة نظر كمتخصص في إدارة الموارد البشرية، الجمال الشكلي لا يعني أي شيء لمدى قبول الشخص في هذه الوظيفة. هذا الواقع أم رأيك الشخصي؟ لا، هذا الواقع. هناك معايير للتعيين، الكفاءة، الشهادة، متطلبات الوظيفة هي التي تلعب الدور الأكبر، الصفات الشخصية وليس الجمال الخارجي. نعم. الكفاءة ممكن صفات الشخصية، هون نستطيع أن نقول مثلا بعض الوظائف تتطلب صفات شخصية، متعاون، نعم، الأخلاق العالية، المبادرة، المرونة، هي الجمال الشخصي وليس المظهر الخارجي. نعم. إذا الجميع بده يعمل عمليات تجميلية للحصول على وظيفة، معناته الناس كلها راح تصير تشبه بعض. نعم. وفي ناس راح ينظلموا. العواقب صحيح. هذا القرار إنه في ناس عندهم الكفاءة راح تأخذ منهم، من تسلب منهم هذه الوظيفة وتعطى لشخص آخر ممكن يكون صحيح. أقل كفاءة وبالتالي بتأثر على الإنتاجية، وبالتالي تؤثر على الإنتاجية وعلى أهداف المؤسسة بشكل. ولكن هل فعلا هناك شركات تمارس هذه الطريقة في توظيف الأشخاص، سواء كانت مثلا المرأة أم رجل، الاعتماد على الشكل أولا؟ يعني لو بدنا نحكي على الأولويات في اختيار الشخص، المظهر، الشكل وين موجود، بأي رتبة؟ نعم، النسب متفاوتة. خلينا نحكي بعض الشركات حسب طبيعة الوظيفة. يعني بعض الوظائف اللي هي وظائف الاستقبال اللي بتشكل واجهة المؤسسة، أكيد أحيانا بيروحوا بيختاروا بيلعب الشكل الخارجي، الكاستمر سيرفيس، البنوك مثلا، في بعض المندوبين، مضيفات الطيران ومضيفي الطيران. ولكن بنفس الوقت يجب أن يكون هناك كفاءة، يجب أن يكون يعني صحيح. ما في مضيف الطيران بس على شكلها بيختاروها، أكيد لازم تكون تحكي لغات، أكيد لازم يكون عندها طريقة الخدمة البروفيشنال اللي تطلع لحتى أنه تستطيع أنها تقدم أفضل خدمة. يعني مش ضروري 100% الشكل فقط، الاحترافية في أداء العمل. يعني قبل شهر تقريبا، مش متذكرة المدة، كنت عم بقرأ خبر في جريدة الخليج الإماراتية بقول أنه في اليابان كثير من الطالبات بعد ما ينتهوا من الجامعة بيلجؤوا لعمل عمليات التجميل، لأنه هذا الشيء صار مطلوب وأساسي أنه يكون هناك مواصفات محددة للموظفات والمقبلات على العمل. ما هي المواصفات التي تفرضها الوظيفة من ناحية الجمال لازم تكون موجودة برأيك؟ المواصفات اللي بتطلبها هي، نرجع ونعود ونتكلم عن طبيعة الوظيفة. الوظيفة اللي بتتطلب بتتطلب النوعية من الجمال، ولكن ليس أنا أقصد بالجمال، يعني مثلا في ناس بيطلبوا مودلز مثلا زي اللي عم نشوفهم على التلفزيونات. نعم نعم. هل هذا الشيء فعلا مطلوب؟ لأنه عم بيلجأوا لعمليات تجميلية، بدي أكون مثلا زي الممثلة كذا، زي العارضة كذا. مودلز، خلينا نحكي كمان اللي بيبيعوا الاكسسوار والامور هاي، ممكن بتطلب نسبة جمال معينة، ولكن لا تعمم على جميع الوظائف، على جميع الشركات، على جميع المؤسسات. هي بس فقط في نسب متفاوتة، والأصل هو الكفاءة طبعاً. في المقابلة في معايير مختلفة، في الكفاءة هي اللي بتدعم المظهر، ولكن المظهر يأتي في يعني فينا نحكي المراتب الأخيرة، في المراتب الأخيرة، والأخير الوينر اللي هو راح يربح الوظيفة. نعم. اللي بيكون عنده الكفاءة، الخبرة، الشهادة التي تتوافق مع متطلبات الوظيفة. نعم. طيب بالنسبة للقطاعي الحكومي والخاص، هل تختلف هذه المتطلبات؟ المعايير نفس الشيء ثابتة، على الرغم من اختلاف الأهداف. كقطاع حكومي الهدف الرئيسي هو تقديم أفضل خدمة، كقطاع خاص هو الربح.
ونرجع نعود انه حسب متطلبات الوظيفه. هلا بالقطاع الحكومي المنافسه عاليه، الموظف يجب ان يثبت جدارته بغض النظر عن شو شكله، بالقطاع الخاص نفس الشيء، لكن القطاع الخاص خلينا نحكي لانه بيركز على مستوى الاداء وعلى الربحيه، وبالتالي طبعا. الشخص اللي ما بيثبت جدارته ممكن انه فمن البدايه بتنبؤوا اللي يختار لحتى انهم يختاروا الشخص الصحيح اللي يوضع في المكان المناسب. القطاع الخاص حياتنا الواقعية ممكن القطاع الخاص أكثر شوي مهتم أكثر بالموظف، مهتم أكثر شوي لأنه ذلك الناحية الربحية، لأنه في ناحية ربحية. القطاع العام أفضل خدمة، يقدم أفضل خدمة القطاع الحكومي، وبالتالي ممكن أنه القطاع الخاص يركز بعض القليل. ونفس الشيء نرجع ونحكي أنه حسب طبيعة الوظيفة، يعني إذا بنحكي عن بروغرامر كمبيوتر، هلأ شو الشكل الخارجي، شو بده يلعب، أكيد لازم يكون عنده مهارات في الكمبيوتر. المهندس نفس الشيء، لكن في بعض الوظائف الريسبشنست خلينا نحكي نعم الاستقبال، الواجهة اللي بيكون وحتى كمان جمال الروح مطلوب، يعني اللباقة طبعاً. القبول عند الناس والكاستمر بالضبط، الزبائن اللباقة وإلى آخره. يعني في النهاية أستاذ منير بدنا نوضح لمشاهدينا المظهر اللي يعني فينا نقول مرتب، يعني واجب انه تواجده سواء كان انت رايح تعمل مقابله، نعم. رايح تعمل، ويعني نصائح حضرتك كخبير في الموارد البشريه بتقدمها من ناحيه المظهر والمعنى الصحيح للمظهر اللائق. نحكي انه نحن كلجنه مثلا بدنا نختار شخص او بدنا نختار سواء فتاه او شاب، لابد انه يعني المظهر الخارجي، نعم. المظهر الخارجي مطلوب، وبالتالي اي واحد بيروح على مقابله يجب ان يكون لابس زي رسمي، نعم. يعكس طبيعه العمل اللي بده يشتغل فيه. هل يستعلم عن الدريس كود او النمط الملابس اللي هن ممكن يرتدوها؟ لا، شكل رسمي، شكل رسمي يبعد عن الكاجوال، يعني نعم. الكاجوال هذا لا يجوز، نعم. لانه لحتى انه يعطي فكره انه راح يكون ملتزم، ملتزم يعطي فكره للانترفيور اللي هم الاشخاص اصحاب قرار التعيين انه هذا الشخص ممكن انه يعني يكون مستوى اداؤه ناجح في هاي المؤسسه. اكيد. استاذ منير شكرا كثير لتواجدك معنا. اهلا وسهلا فيك. أهلا شكرا لك.